وانت كده في محضر الرب، الوقت بتاع المغارة ده في مزامير هتلاقي عنوانها ايه؟ لا تهلك. زي مثلا مزمور 75، تفرح معايا بالمغارة؟ لأن المغارة شافت انتصار داود على ايه؟ على العداوة، لأن شاول حب يقتله هو في المغارة. الرب عطى درس عظيم لينا كلنا، إن شاول خد 3000 واحد علشان يقبض على داود في المغارات اللي كانت موجودة. كلنا عارفين القصة، إن شاول نام في مغارة من المغارات وداود راح مشي لقيه في المغارة، والناس اللي مع داود جات لك فرصة، جات لك فرصة لازم تنتقم منه، تدبر لقتلك. ده قول لنا بس احنا ننهي عليه وتستريح من عدوك الى الابد. رفض ان يفعل هذا. المغارة درس عظيم جدا. ده انت هتطلع من المغارة مجرد ما يموت خلاص تقدر تعيش في امان، والناس فاكر انك انت اللي حررتها من جلياط هيعملوك ملك بداله. بلاش، ده صموئيل مسحك ملك. عندك فرصة انك تغير الاحداث، والفرصة جات لك لحد عندك، ده انت ما دورتش عليه، ده هو اللي جاي يقتلك ويبقى موجود ونايم، وكل اللي حواليه الجيش نعسان ولا حسوا بيك بينا لما جينا عليهم. عشان كده لما تقرا كلمه لا تهلك تقول ايه معناها؟ ما تعملش الدور اللي الرب هيعمله. ما تهلكش انت شاول، ما تستجبش للحاح اللي حواليك، ما تتصرفش بالجسد، سيب لي انا الامر. عشان كده الحصن او المغاره فيها درس عظيم جدا، انك احيانا تبقى عايز انت تعمل الامور بايدك، فالنتيجه انك انت بتتعور، النتيجه انك انت الامور بتصعب. لا، في امور يقول لك لي النقمه انا اجازي يقول الرب. انت عليك انك تسامح، انت عليك انك تصلي من اجل الناس اللي بتسيء اليك، انما اجراء العدل ده مش اختصاصك انت، ده اختصاصي انا. يا رب نشكرك ونباركك ونعظمك، لانك تصنع معنا اكثر جدا مما نطلب او نفتكر، وتدينا ايمان بتاع داود. لا، هعيش في المغارة مش مهم، لكن مش هعالج أموري بعقلي، مش هعالج أموري بأن أنا أنتهز فرصة وأكسر فيها وصية الرب. الرب ما قاليش أن أنا أقتل شاول، راح أقتله ليه؟ ما دام الرب ما أمرنيش، الرب ما قاليش. طب وهيموتك هو؟ مش هيموتني، أنا أثق في الحماية. ده انت في مغارة سهل، هيقعد يدور عليك لغاية ما يجدك. هيرد داود يقول الرب أنقذني الأيام الماضية، سينقذني اليوم وسينقذني غدا، وسيستمر ينقذني
إلى الأبد. يبقى غمض عينك كده مع أول نقطة، قول يا رب أشكرك لأني شايفك أنت بترد كل اللي سلب وبترد بزيادة. أشكرك. ورد داود الجميع. لو عندك حاجة فقدتها كانت حلوة وفقدتها، تمسك بهذه الآية. داود الحقيقي الرب يسوع حاضر هنا في هذا الاجتماع، طبطب عليك كده ويقول لك أنا هرد اللي ضاع، ما تخافش. ورد داود الجميع. وأنت تطلب من الرب كمان أن يعطيك قلب داود اللي لم يتصرف بمرارة. وكنت بتأمل في اجتماع في مصر قريب، لما شاول بقى مات، داود عمل رساء لشاول، قصيدة شعرية. ده معناه ان ما عندهوش مرارة منه، رغم انه كان عايز يقتله اكتر من مرة، ما عندهوش اي مرارة. لما تحدث عن شاول اتكلم عن الحاجات الحلوة اللي في حياته. طب محدش جبرك يا داود انك تتكلم عن الحاجات الحلوة، تتكلم عن الحاجات الحلوة في ابنه اللي مات معاه، لان ده كان صديقك، لكن ده كان عدوك. ده وانت قاعد معاه مسك الرمح كده ورماه عليك، لولا عناية الرب كنت موت. لا، ما عندهوش مرارة، عنده غفران، عنده مسامحة. عشان كده تقرا في صموئيل الثاني الاصحاح اعتقد الاول انه بيتكلم حلو عن شاول، يقول لك شاول ده وشه كان مرعب للاعداء، وكان واتكلم كلام رائع عن شاول اللي كان عايز يموته اكتر من مره. مش تهيؤات، حاجة مؤكدة، تأكد إن شاول عايز يموته. وابنه شاول قال له بابا عايز يموتك، اهرب. إنما ده اللي بيعيش مع الرب، ده المغارة بقى. مغارة معناها واحد مع الرب. مع الرب تصفى من جواك، ومع الرب تسلم الأمور للرب، وإن أنا مش هنتقم، وأنا مش هستخدم دراعي، انا اعرف الرب ومش هعمل الا بس اللي الرب عايزني اعمله. اختبارات عظيمه كانت في هذه المغاره. يا رب نشكرك، نباركك، نعظمك. نعم، لأنك بتعمل معانا أعمال غير عادية، وتشيل من قلوبنا مرارة من ناس، مرارة من عيلة، مرارة من خدام، مرارة من كنيسة، مرارة من بلد، مرارة من ناس ظلموك في الشغل. اللي عمل مع داود واسمه في العهد القديم يعمل معك أكثر جدا مما تطلب، وأكثر جدا مما تفتكر. لا مرارة باسم الرب يسوع. وفي مزمور 57 لإمام المغنيين، ده عنوان المزمور، على لا تهلك. يعني الرب بيقول له كده اوعى انت تقتل شاول، انت قلبك يبقى مليان سلام، فيهوش مراره. يقول لك على لا تهلك مذهبه لداود، لان الكلام من ذهب اللي قايله في مزمور 57،
عندما هرب من قدام شاول في المغارة. وانت مغمض عينك كده قول يا رب لا مرارة من عائلتي، لا مرارة. احيانا بيبقى شخص عنده مرارة من التربية، عنده مرارة من الأب أو الأم، عنده مرارة من الأخ الأكبر، أي حاجة فيها مرارة. لا، الرب لازم يطلعك من الاجتماع بلا مرارة. اللي عمل في داود في المغارة يعمل معك. وشوف كده صموئيل الثاني الأصحاح اللي قلت لك عليه، شوف 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 بيقول عن داود، شوف داود بيقول عن شاول ايه، عشان تعرف ان ما عندوش اي مرارة. شاول ويوناثان اخف من النسور، اشد من الاسود. وأمر داود ساعتها إن كل الناس تتعلم القصيدة الشعرية اللي كتبها في مدح الملك اللي كان عايز يموته وابنه الصديق بتاعه بتاع داود، وسماهم الجبابرة. كيف سقط الجبابرة لما ماتوا في المعركة دي؟ ويقول كده: لم ترجع قوس ويوناثان إلى الوراء، وسيف شاول لم يرجع خائبا. شو بيمدحه إزاي شاول ويوناثان؟ شاول اللي حاول يموتك أكتر من مرة، وانت كان ممكن تموته بس انت كان قلبك مفيهوش مرارة. المحبوبان في آية 23 والحلوان في حياتهما أخف من النسور وأشد من الأسود. ويخاطب النساء بتوعت الشعب: يا بنات إسرائيل ابكينا على شاول لأنه رفع الاقتصاد بتاع الشعب الذي ألبسكن قرمزا. يعني خد الاقتصاد عالي في عصره، فالناس غنيت فبقيت بتلبس أغلى ثياب. الذي ألبسكن قرمزا بالتناعل وجعل حلي الذهب على ملابسكن. تقدر أنت تتكلم عن واحد أذاك بهذه الطريقة؟ تقول لي لا. أقول لك اللي غير داود أو اللي أعطى داود القلب ده يشوف الحاجات الحلوة فقط ولا يتكلم عن الأمور السيئة. لأنك تكلمت عن الأمور السيئة دي اسمها نميمة. لم يتكلم عن الأمور السيئة بتاعة شاول، تكلم عن الأمور المضيئة. يبقى عندنا في كل بلد بناخد بس حاجة. في أول مكان داود رد الجميع، في تاني مكان داود انتصر على العداوة، تخلص من المرارة، كان في إيده ينتقم، محدش كان هيلوم داود لو كان قتل شاول، لأن كل الناس عارفة أن شاول حاول يقتل داود مرارة. انتصر على المرارة وانتصر على الفكر البشري اللي دايما يميل ان يعالج الموضوع بايده مش يسلم الامر للرب.